السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نناقش أحبائي الطلاب الزمر الدموية والأليلات المتعددة. طبعا هذا الجزء الأول، ثم نكمله إن شاء الله في درس آخر الجزء الثاني منه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب، أعزائي أحبائي، اليوم سوف نأخذ ما يسمى بالأليلات المتعددة. ماذا نقصد بالأليلات المتعددة؟ نحن درسنا الصفات المظهرية السابقة، ووجدنا أن لكل صفة كما رأيتم لها أليلان، لها أليلان. هذان الأليلان قد يكون لكل أليل تعبير مختلف، كما شفناه كما رأينا في حالة السيادة التامة. وجدنا مثلا الأليل الأول مسؤول عن لون البذور الصفراء مثلا للبازلاء، ويوجد مقابل له أليل مقابل له طافر، طبعا قلنا هو عبارة عن طفرة صدور يعطي اللون الأخضر. لكن ليست دائما لكل صفة أليل واحد، قد يكون هناك أكثر من أليل، وهذه الحالة نسميها بالأليلات المتعددة. طبعا تنتج هذه الأليلات، من أين نتجت هذه الأليلات؟ أيضا نتجت نتيجة حصول أكثر من طفرة، حصول أكثر من طفرة على الـ DNA، مما أدى إلى ظهور تغاير في المظهر. لكن في الشخص الواحد، في الشخص الواحد لا يوجد أكثر من أليلين، لا يوجد أكثر من أليلين متقابلين، أليلين متقابلين. وهذه الطفرات تحتل نفس الموقع الوراثي، يعني موجودة على الصبغي، على الصبغيين المتقابلين، وفي عندنا صبغيين زوج شفع، ويوجد أليلين متقابلين بنفس المكان ومتقابلين أيضا على الكروموزوم نفسه. أول مثال راح ناخذه هو على الزمر الدموية عند الإنسان. نحن نعرف أن الزمر الدموية عند الإنسان هي أربعة أنواع من الزمر، كما مر معنا سابقا عندما أخذنا التهجين التشاركي. ذكرنا أنه يوجد أربع زمر، وهي الزمرة أ ألف، الزمرة باء، الزمرة أ ب، يعني أ ب مع بعضهم. قلنا هذه العلاقة بينهما علاقة، العلاقة علاقة تشاركية، والزمرة O. اليوم سوف ندرس بشكل مفصل ماذا نعني بهذا النظام، نظام الزمر الدموية. يتحكم بالزمر الدموية ثلاثة أنواع من الأليلات المتقابلة. أين توجد هذه الأليلات المتقابلة؟ لا توجد الثلاث في شخص واحد، إنما دائما يوجد في الشخص الواحد فقط أليلين، إنما هذه توجد في الحوض، ما يسمى بالحوض المورثي، ما يسمى بالحوض المورثي، يعني موجودة في البشر جميعهم. نجد هذه الأنواع المتقابلة، نجد هذه الأنواع المتقابلة. أما في الشخص الواحد فيوجد أحد اثنان من الأنواع الثلاثة الموجودة، وهي I A و I B و I صغيرة. وهلا راح نشوف شو بنعني بهذه الأليلات. كما نعلم أن الأليل A و B هو العلاقة بينهما علاقة مواكبة، علاقة سيادة مشاركة، علاقة إيش؟ مواكبة مشاركة.
تشاركية فيما بينهما، لكن العلاقة بين آ و ب والآي صغيرة يعني اللي هي المسؤولة عن الزمرة أو كما سنرى، فالعلاقة علاقة سيادة تامة. ماذا نعني بهذا الكلام؟ يعني إذا كان شخص نمطه أو طرازه الوراثي آ كبيرة آي صغيرة، الآي صغيرة تعطي أو، الآي كبيرة تعطي آ، فنمطه الظاهري هو آ. لماذا؟ لأن آ سائل على أو. وأيضا الآي بي هي مسؤولة عن إعطاء الزمرة بي، إذا وجدت الأليل المقابل لها بي آي صغيرة فالنمط الظاهري أو الطراز الظاهري هو الزمرة ب. أما إذا وجد الآ والب مع بعضا فالنمط أنه هو الطراز، طراز الزمرة هو آ ب. ليش؟ الاثنين بعبروا عن نفسه. أما إذا كانت الأليلان الآ صغيرة الآ صغيرة مع بعض فهذا يكون لدينا الزمرة. ما هو الفرق بين كل من هذه الأليلات؟ يتحكم الأليل A و B في تكوين شكلين مختلفين من أنزيم معين. هذا الأنزيم يتسبب في ظهور جزيئين مختلفين من المستضد أنتيجين، يعني مستضد. أين يوجد المستضد؟ يوجد المستضد على سطح خلايا كريات الدم الحمراء. فيوجد على الآ كما سنرى في الجدول يعطي مستضد آ والب يعطي مستضد ب، بينما الآي صغير فإنه لا يؤدي إلى أي نشاط، لا يوجد أي نشاط أنزيمي، لذلك لا يظهر أي مستضد على الكري الحمراء الذي زمرته للشخص الذي زمرته الدموية. كما في الجدول نلاحظ، يرجى الانتباه أعزائي الطلاب، الزمرة A لها طرازين وراثيين كما ذكرت سابقا، A كبيرة I يعني هذا الأليل يعطي O، لكنه العلاقة بينهما علاقة سيادة تامة، فالنمط الظاهري أو الطراز الظاهري ما هو A، ونوع المستضد الذي يوجد على سطح الكرية الحمراء في هذه الزمرة هو من النمط A. أما إذا كانت صافية يعني A فأيضا نفس الكلام. الB أيضا لها طرازين وراثيين، إما تكون صافية I B I B أو I B I صغيرة يعني هذه O، هذه تشرف أو تعطي الO، لكن العلاقة بينهما علاقة سيادة تامة، فيتشكل المستضد B على سطح الكرة الحمراء والزمرة تكون B. الA B هي علاقة تشاركية، علاقة تشاركية، لذلك الآ بي يوجد على سطح الكرية النوعين الآ والبي، وبينما الطراز المظهري للزمرة هو آ بي. أما إذا كانت آي صغيرة آي صغيرة لا يوجد أي مستضد، ولذلك هي لها دور راح نشوفها بكرة بعد قليل في نقل الدم، في عملية نقل الدم، بما أنها لا تحتوي على أي مستضد فهي معطي عام، وبما أن هذا يحوي على المستضدين فهو آخذ عام، لا يعطي إلا للآب، بينما الأو يعطي لجميع الزمر، وهذا ما نلاحظه، ما سنلاحظه إن شاء الله في عملية نقل الدم. كما نشاهد في الجدول أن لكل طراز من الزمر الدموية مستضد واحد A وطرازين وراثيين بالنسبة للزمرة A، هي إما أن يكون A يعني صافي، أو A I صغيري يعني هجين. الآي ابني تدل هي أليل المسؤول عن ظهور الصفة الزمرة A أو المجموعة A. البي أيضا لها مستضد ب ولها طرازين وراثيين صافي وأيضا هجين. أما الآ ب فيوجد المستضدين على سطح
مصطبتين على سطح الكرية حمراء ولها طراز وراثي واحد، قلنا العلاقة علاقة تشاركية بين الأليلين A و أما الأو فلا يوجد أي مستطب وتأخذ طراز واحد وهو أي صغير أي صغير. كما نرى في المخطط أعزائي الطلاب، مخطط يعني حفظه كثير سهل حتى ما نغلط بكيفية نقل الدم من شخص إلى شخص آخر. كما نشاهد الزمرة A رمزت لها بسهمين باللون الأخضر. السهم العائد إلى الزمرة A يعني تعطي الزمرة لنفسها A وتعطي للزمرة A B. الزمرة B أيضا تعطي لنفسها وتعطي للزمرة A B. أما الزمرة O فكما نشاهد أنه يوجد لدينا أربعة أسهم حمراء تعطي للزمرة A B وللزمرة A وللزمرة B كما تعطي لنفسها، لكنها لا تأخذ من أحد، لذلك هي معطي عام. أما الـ AB والذي رمزنا لها بالسهم الأزرق هي فقط تعطي لنفسها، فهي آخذ عام، تأخذ من الجميع ولا تعطي أحد. الـ O تعطي للجميع ولا تأخذ من أحد. كما شاهدنا في المخطط البسيط الذي رسمناه في الشريحة السابقة، قبل أن نقوم بعملية نقل الدم يجب أن نعين فصيلة الدم للشخص الذي نريد النقل إليه، أيضا عامل الريزس عامل RH يعني السالب والمد الذي سنراه فيما بعد ونفصل هذا الكلام فيما بعد. يجب أن نعرف من المعطي واهب ومن المستلم، يجب أن نحدد شيئين هو الزمرة الدموية والعامل الـ RH. ليش يعني لماذا يجب أن نحدد هذه الأشياء؟ لاحظنا بالجدول السابق أنه يتم النقل ليست كل الزمر مناسبة لبعضها البعض، إنما هناك جدول لعملية النقل. السبب هو أن الكريات الحمراء لبعض الأشخاص قد تتكتل يعني تتجلط، تشكل لدينا جلطة نتيجة نقل الزمر المخالي. لماذا يوجد اختلاف؟ هذا لأن على الكرية الحمراء على سطحها كما قلنا يوجد مستضد، بعضها يوجد مستضد. مثلا قلنا الزمرة A يوجد مستضد A والزمرة B يوجد مستضد B. أما الـ AB فيوجد مستضدان الـ A والـ B، والـ O لا يوجد أي مستضد. أما في المصل هذا أين؟ على الكرية الحمراء، على سطح الكرية الحمراء. أما ضمن المصل البلازما يعني فتوجد الضاد، توجد الضاد كما سنرى في الجدول الذي سيلي بعد قليل. هذا ما لاحظه العالم لاندشتاينر عام 1900، يعني عملية النقل كانت لا تنجح. السبب هو عدم معرفة الزمر بشكل صحيح. عندما يلتقي مستضد الذي يوجد على سطح الكرية الحمراء مع الضد المقابل له الموجود في مصل الدم المنقول له، فإن هذه العلاقة تؤدي إلى تكتل كما ذكرنا الكريات وتشكيل جلطة وهذا يؤدي إلى موت الإنسان. تمت الإشارة إلى المستضدات، المستضد رمزنا له بأحرف كبيرة، يعني مستضد A يوجد في الزمرة A، مستضد B يوجد في الزمرة B، والاثنان معا في A B وعدم وجودهما نهائيا في الـ O. أما الأضداد فيرمز لها بأحرف صغيرة، فيرمز لها بأحرف صغيرة. هذا الجدول كما ذكرنا يبين مجاميع الدم والمستضدات والأجسام المضادة، يعني مثلا الزمرة A
يوجد على سطح الكرية المستضد أما في المصل فيوجد الجسم المضاد ب. الجسم المضاد ب، يعني لو أتينا بزمرة الآن ب مع الأ فرح يلتقي المستضد ب، المستضد أ الموجود في الزمرة ب مع الضد الموجود في الأ، لذلك لا يمكن أن نعطي لشخص زمرته أ الزمرة ب أو بالعكس. لماذا؟ تعليل لماذا؟ لأن الزمرة أ تحوي على المستضد أ، بينما في البلازما يوجد جسم مضاد ب. بالعكس الب تحوي على الزمرة ب تحوي على المستضد ب، بينما في البلازما لها تحوي على الجسم المضاد أ. فوجود الأ مع الب سيؤدي إلى عملية تجلط الدم وتخثره وتحوله إلى شكل الجامد. أما المجموعة AB فيوجد لديها على سطح كرياتها الحمراء، كرياتها الحمراء يوجد كل من المستضدين A وB، أما المصل فلا يحوي على أي ضد جسم مضاد، لا يحوي على أي جسم مضاد، على أي ضد يعني. تمام؟ في هذه الحالة هو يستطيع أن يأخذ الدم من جميع الزمار الأخرى. بالعكس تماما الزمرة O، الزمرة O لا تحوي أي مستضد على كرياتها الحمراء، بينما يحوي البلازما عندها على الأجسام المضادة A و B، فهي لا تستطيع أن تأخذ. يعني أخذنا من الA موجود الجسم المضاد A رح يتجلط الدم، لو أخذنا بالB موجود الجسم المضاد B رح يتجلط الدم، بينما هي تستطيع أن تعطي للجميع، لذلك هي معطي عام. إذن هذا السبب جعل الأو معطي عام، ولهذا السبب أيضا جعل الأبي هي آخذ عام. أوضح العالمين لاندشتاينر وواينر عام 1940 أنه يوجد علاقة بين ظهور حالات فقر الدم اليرقان أو ما يسمى بأبو صفار عند الأطفال المولودين جديدا والزمر الدموي للأبو. إذا كان تظهر هذه الحالات، إذا كان الطفل يحمل الأول يحمل الزمرة RH موجب والأمهات RH سالب، طبعا وجاءت له هذه الزمرة من والده الذي يكون عادة زمرة دمه RH موجب، ما يحدث أن هذا الطفل يحمل الزمرة مخالفة للأم، ويكون هناك تشوه في أو عيب في المشيمة بأنها تسمح بتسرب بعض الدم من الجنين إلى الأم، وهذا يعني شيء غير طبيعي، ليس في جميع الأطفال المفروض لا يكون هناك تسرب، لكن خطأ مشيمي في المشيمي وهو عيب وراثي ينتقل بالوراثي أيضا ينتقل هذا الدم، فيرد الجسم جسم الأم على تسرب هذه هذا الدم الذي يحمل RH موجب على أنه مادة غريبة، فيصنع إيش يعتبرها مستضد جسم غريب، فيصنع الأضداد المقابلة لها كيو كافحة كأي جسم غريب كالبكتيريا أو الفيروسات أو أي جسم غريب يدخل إلى الجسم. في الحمل الثاني بما أن في الحمل الأول يكون نسبة الأضداد الموجودة في الجسم وطبعا لها ذاكرة موجودة في الدم تمر هذه الأجسام أيضا من المشيمة من حاليا من دورة من خلال دورة دموية من الأم إلى الجنين، فتسبب تفتيت لخلايا الدم الجنين ويفقد الهيموغلوبين مما يؤدي إلى إصابته بالأبو صفار. هناك إحصائيات أن 10% من البشر يكون هناك تخالف في الزمر الدموي بين الزوجين، ومع ذلك نسبة ظهور هذا المرض اليرقان حوالي 5% في الحقيقة تنتج فقر الدم.
عادة ما تعطى الأم إذا كان هناك عدم توافق في الزمر الدموية، مجرد ولادة الطفل يحمل الزمرة الدموية RH موجب، فإنه تعطى إيش مضاد اسمه أنتي RH حتى لا يصاب باقي الأطفال الآخرين أو الولادات الأخرى. طبعا هذا المضاد يقوم بتحطيم الـ RH من نوع RH موجب ولا يؤثر على الأجنة التالية. في عام 76 وجد في البصرة أن نتيجة إحصاء أن 93% من السكان يحملون الزمرة RH موجب، بينما الباقي 7% RH سالب. هذا يعني أن المجتمعات الشرقية وبسبب الانتخاب أو الاصطفاء يعني عدد السالب أقل من المجتمعات الأخرى. عندما تم تحسين الفحوصات لتعيين وجود المستضد، أصبح واضحا بأن الوراثة هي التي تسيطر على الـ RH على الـ RH، لكن هي أكثر تعقيدا مما نتوقع. افترض العالم واينر بأن هناك سلسلة من الأليلات في موقع منفرد للـ RH، يعني موجود على الكروموزومات، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لهذه التغيرات. ثم جاء العالمان فيشر ورايس وقالوا أن عملية توريث هذا العامل يخضع لثلاثة مورثات متقاربة قريبة من بعضها، محمولة على كروموزوم واحد ومرتبطة، وهي المورثات أو الجينات الإي والدي، رمزولة بإي ودي وسي، وهي مرتبطة مع بعضها البعض. ماذا نعني بمصطلح الارتباط أو اللينكيج؟ نعني به أن هي جميع الجينات، جميع المورثات المحمولة على كروموزوم واحد تشكل مجموعة مع بعضها، تنتقل وكأنها مورثة واحدة. هي مجموعة بعيد الارتباط، ورح نأخذه وندرسه إن شاء الله بالمستقبل في له بحث الارتباط. هناك يعني الصفات المرتبطة أو الجينات المرتبطة. الجينات المرتبطة هي الجينات المحمولة على كروموزوم واحد وتنتقل وكأنها كروموزوم واحد، تنتقل كمجموعة مع بعضها البعض. كما نرى أعزائي الطلاب، الطراز RH موجب المظهري له طرازان وراثيين، R كبير H، R كبير H صافي، وممكن يكون R كبير H، R صغير H، يعني هجين. أما السالب فالاثنان RH، الأليلان متشابهين، R صغير H و R صغير H. المثال كما نرى، رجل تسلسل ولادته في العائلة ذو مجموعة RH موجب، يعني الرجل زمرته بالنسبة لعامل الريزوس عامل الـ RH موجب، لكن والده موجب كان، أما والدته فهي سالبة. هذا يعني أنه ورث عن أبوه أليل موجب وعن أمه سالب، لكن الموجب سائد على السالب، لذلك هو ظاهريا إيش زمرته موجب. تزوج من امرأة، نفس الكلام، هي أيضا موجبة، لكن والدها كان يحمل الزمرة السالبة، هذا يعني أيضا أنها هجين. المطلوب تنبأ بمجموعة الدم RH الموجودة عند الأولاد مع بيان عدد الأولاد الذي سوف لا يصابون بمرض اليرقان. بما أن الأب موجب متخالف والأم أيضا موجبة ومتخالفة، سنجد ما هي. الآن نضع الاحتمال الأبوين، احتمالات
ما هي النمط أو الطراز الوراثي للأبوين؟ قلنا R كبير H R صغير H، وللأب نفس الكلام طبعاً R كبير H R صغير H. لماذا؟ لأن الأبوين ظاهرياً موجب العامل الـ RH. ما هي الاحتمالات الأمشاج عند الأبوين؟ احتمالات الأمشاج عند الأبوين إما يعني 50% لكل احتمال، إما R كبير H أو R صغير، والأب الثاني نفس الكلام. الآن 2 ب2 يعني لدينا 4 أنماط أو طرز جيني. R كبير H R كبير H R كبير H R صغير H، هي عندنا 2، ومظهريا الثلاثة هذول هم بيكونوا موجب، واحد منه صافي واثنين هجينات. أما R H سالب R فاحتماله واحد، علما أن جميع الأولاد سوف لا يصابون بهذا المرض. لماذا الأولاد جميعهم لا يصابون بهذا المرض؟ لأن الأم زمرتها موجب وليست سالب، لأن الأم موجب وليست سالب. هذه أبنائي الطلاب، هذه الأسئلة وزارية مكررة حتى يعني ننتبه لبعض الأسئلة التي ممكن أن تأتي، صيغ هذه الأسئلة وإجاباتها كما تأتي بالوزارة، يجب الانتباه إليها بشكل جيد. هذه أيضا مسائل وزارية يجب محاولة حل هذه المسائل من قبل أعزائي الطلاب، يجب أن تحاولوا حل هذه المسائل، وأي إشكال طبعا نحن نقوم بالإجابة عنه إن وجد إن شاء الله. هذه المسألة قمنا بحلها، مهمة جدا يجب الانتباه لها، وإذا جاء مسائل على شكلتها لحلها بنفس الطريقة. أيضا أعزائي الطلاب، هذه أيضا نماذج عن بعض المسائل الوزارية المهمة يجب حلها من قبل الطلاب، ثم ممكن إن شاء الله أن نناقش في الحل إذا وجدت صعوبة. دمتم برعاية الله دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.